بحلقة اليوم من بوب أب بفقرة الألبوم ريليسز رح نستعرض أجدد الألبومات لفيل كولينز والساونتراك الخاص بفيلم سويسايد سكواد. مايكل بابلي، أديل ومات روبرتس بفقرة الميوزك نيوز. منروح بيهايند ذا سينز مع أشر بأجدد فيديو كليب لإله نو ليميت. أي أغنية رح تحتل المرتبة الأولى بالبوب أب توب 5؟ سارة جيسيكا باركر وفوتوشوت خاص بمجلة ماري كلير. وشو محضرين لكم بفقرة اللوكجري لايف ستايل؟ أجدد الأفلام بالصلاة وآخر أخبار السلابريتيز. وهالأسبوع العناوين عن كيم كاي وكونيا ويست، جون نيومان، دايان كروغر وجوشوا جاكسون. هوت شوت فيديوز. وبفقرة الورست of the worst رح نستعرض the most expensive celebrity birthday gifts. زوي سالدانا، كارلي كلوس وأليشا فيكندر بفقرة شيك بيكس of the week، ومنها مع فقرة الكلاسيك مومنت. وهالأسبوع نرجع لسنة 1985 مع فيل كولينز ومارلين مارتن بأغنية Separate Lives. Stay tuned. هاي، برحب بكل محبي عالم الانترتينمنت، وسوا بنترافق مثل كل اسبوع بجوله مفصله على اخر الاخبار الفنيه. وبحديث اليوم من بوب أب مشوارنا بينطلق مباشره مع النيو البوم ريليسز. المغني البريطاني فيل كولينز اللي بتمتد مسيرته الفنيه على مدار اكثر من 40 سنه يعتبر من اهم الفنانين بمجال البوب روك. وبعد ما انطلق مع فريق جينيسيس وحل مكان بيتر جابرييل بهالفريق، برز بعدد كبير من الهيتس كفنان من فريد، ابتداء من ألبومه Face Value سنة 81، مرورا بألبومه Hello I Must Be Going و No Jacket Required، وصولا لآخر عمل قدمه من كم سنة Going Back. لكن محبي هالفنان الكبير اللي قرر يعتزل من كم سنة ورجع مؤخرا على الساحة الموسيقية، صار فيكم تحصلوا على البوكس سيت لكل ألبوماته الكلاسيكية، ولكن هالمرة بنيو كوفرز، يعني صوروا على أغلفة الألبومات لما تم طرحها بالثمانينات والتسعينات، منشوفها هي ذاتها بس بفرق سنين العمر. اللي صار عمره 65 سنة قرر يرجع للموسيقى من خلال جولة موسيقية، وألبومه عم بيحضر له حاليا، ونحن أكيد بنقله Welcome back Mr. Collins. أفلام الأكشن اللي حققت نجاح عالميا بالفترة الأخيرة Suicide Squad مع ويل سميث، مارك تروبي، جيريد ليتو وكارا دولافين. ساوند تراك الخاص بالفيلم قدر يحتل المرتبة الأولى بالألبومز تشارت ويحقق مبيعات عالية حول العالم. كان الفيلم مزجت بين الهيب هوب والراب والبوب والروك، وجمعت عدد من أبرز نجوم الغناء من فنانين وفرق مثل 21 بايلوتس، كهلاني، ويك روس وسكويلاكس، بالإضافة لجيك إيزي وغريس اللي أعادوا غناء You Don't Own Me بنسخة جديدة. فقرتنا التالية بتضم آخر أخبار الموسيقى من حول العالم. فنان الكندي مايكل بابلي اللي بيطرح ألبومه الثامن قريبا دخل لساحة البرفيومز من خلال عطره الخاص يحتفل بإطلاقه مؤخرا. عطر اللي بيرتكز على الفانيلا والمسك بالإضافة لليسمين والورد هو الأول لبابلي اللي حب يطلقه بنفس الوقت مع حفل موسيقي على صفحته الخاصة على الإنترنت، وتمهيدا لألبومه الجديد Nobody But Me اللي بيضم نسخة عن أغنية دينا سيمون الشهيرة My Baby Just Cares For Me. مغنية أديل اللي اضطرت تلغي إحدى حفلاتها مؤخرا بسبب وعكة صحية صغيرة رجعت للستيبلز سنتر بلوس أنجلوس لتقدم حفل رائع حضروا الألاف من محبي المغنية البريطانية اللي بعمر 28 سنة صارت من البيست سيلينج فيميل أرتست بالعالم. عالم الروك خسر مؤخرا الجيتارست بفريق 3 Doors Down اللي توفى عن عمر 38 سنة بعد عدة مشاكل بالإدمان. ننتقل لكواليس تصوير أحدث ميوزك فيديو لأشر وبنشوف سوا البيهايند ذا سين. R&B ستار أشر بيرجع قريبا بألبومه الجديد Float اللي كان صار له فترة عم بيحضر له مع عدد من المنتجين ونجوم الهيب هوب والR&B. دقيقة قليلة وبنرجع بالقسم الثاني من بوب أب. Don't go anywhere, we'll be back shortly. Call me
coming up بعد البريك أي أغنية رح تحتل المرتبة الأولى بالبوب أب توب 5. سارة جيسيكا باركر وفوتوشوت خاص بمجلة ماري كلير. وشو محضري لكم بفقرة اللوكجري لايف ستايل؟ Stay tuned. الماضي كيتي بيري كانت محتل المركز الأول بالبوب أب توب 5 بأغنية Twice. خلونا نشوف إذا قدرت تحافظ على مركزها كمان مرة هالأسبوع. نجمة سارة جيسيكا باركر بترجع بمجال المسلسلات التلفزيونية بديفورس اللي بيبدأ عرضه ضمن شبكة برامج الفول سيزن. وتزامنا مع بدء عرض المسلسل بتطل علينا على كفر مجلة ماري كلير ومنشوف سوا بعض اللوكس اللي اختارتهم لهالمناسبة. النجمة الأمريكية صورت مؤخراً 10 حلقات من مسلسلها الجديد ديفورس كوميدي سيريز بتضم كمان مولي شانن وبول سيمز، ومن المتوقع تحقيق نجاح مثل ما عم ينحكى حالياً بهوليوود. من جهة تانية جيسيكا صورت فوتوشوت رائع لمجلة ماري كلير، تألقت من خلاله بعدة أوتفيتس من سمارت كاجوال لكلاسيكال. هاف ا لوك. سبق وحكينا عن عدة celebrity houses بفقرة luxury lifestyle، ولكن اليوم رح نقدم لكم updated version مع عدد من أفضل البيوت اللي بيملكوها المشاهير والpower couples بهوليوود، من جيزي وبيونسي لبرانجلينا كيم كي وكاني ويست وجي لو. فيي لكم إنه the list is long وما رح تكون بأوردر معين، فخلونا نشوف. ريهانا اشترت البيت الرائع بباسيفيك باليسيدز مؤخراً بحوالي 12 مليون دولار. هالبروبرتي بكاليفورنيا اللي مساحتها حوالي 5300 متر مربع بيملكها الثنائي برانجلينا، يعني براد بيت وانجلينا جولي، وسعرها حوالي 10 ملايين، وهي وحدة من عدة بروبرتيز للسيليبرتي كابل. مستر سيكريست يعني رايان سيكريست اشترى بمطلع السنة بيت ألين جينيرس، واحذروا بقديش، 49 مليون دولار فقط لا غير. أقولكن حصل على ديسكاونت، مين بيعرف. بريتني فضلت تبتعد عن ضجة LA وتنتقل لمدينة تاوزند أوكس بكاليفورنيا وبسعر خيالي، يعني بس 8 مليون و 500 ألف دولار. المزيد من السيليبرتي ميجا هومز مع جينيفر لوبيز اللي بتملك مانشن بالآي بتتضمن 11 غرفة نوم، هوم ثياتر، جيم، ستوديو تسجيل وباركينج، بيتسع لعشر سيارات. يعني ما يهمكن وين بدكن تصفوا السيارة إذا عبالكن تزوروا جينيفر لوبيز شي نهار. أما سعر البيت 30 مليون دولار. والهيئة جيزي وبيونسي اشتروا هالباروك هاوس الإسباني بنيو أورلينز بسعر مغري جدا، لأنه دفعوا بس 3 ملايين دولار وضموا لمجموعة البيوت الخاصة فيهم. بريك ومنتابع بالقسم الثالث من بوب أب، stay with us. Good morning, folks. Open the drawers. You got a gun on you, old man. You damn right I got a gun on me. Coming up بعد البريك أجدد الأفلام بالصلاة وآخر أخبار السيلابريتيز. وهالأسبوع العناوين عن كيم كي وكانيا ويست، جون نيومان، دايان كروغر وجوشوا جاكسون. Stay tuned. صرنا لتالت قسم من بوب أب ورح نعمل جولة هلأ على أبرز أفلام الموسم بالصالات السينمائية، والبداية مع هيل أو هاي ووتر. بتدور أحداث الأكشن موفي حول رجل وخيه اللي كان مسجون سابقاً، والخطة اللي بيرسموها بهدف الحفاظ على مزرعة العائلة بغرب تكساس. هيل أور هاي ووتر مع بن فوستر وكريس باين. المخرج أنتوان فوكوا بيرجع بيجتمع مع النجم دانزل واشنطن بنسخة جديدة عند ماجنيفيسنت 7 بعد ما كانوا تعاونوا سوا بترينينج داي. الفيلم هو اقتباس جديد لرائعة السينما الياباني أكيرا كوروزاوا، ينعمل عنا فيلم سنة 1960 مع ستيف ماكوين، يول براينر وتشارلز برونسون، وترشح بوقتها لجائزة أوسكار أفضل موسيقى.
نترك أفلام الويسترن ومننتقل للساينس فيكشن مع الفيلم المشوق Arrival ينطرينه قريباً بالصالات السينمائية. Arrival بتور أحداثه حول عالمة فضاء عم بتسابق الزمن هي وفريق عملها لإنقاذ الأرض من كارثة كبيرة. إخراج لدانس فيلنوف. فمنوصل لآخر تشابتر بسلسلة أفلام Resident Evil اللي بلشت من حوالي 15 سنة مع النجمة ميلا جوفوفيتش اللي بتطل علينا مرة جديدة بدور المحاربة أليس وبالجزء الأخير من هالسلسلة الناجحة اللي أخرج منها 4 أجزاء السينمائي بول دبليو إس أندرسون. قبل البريك جولة على آخر أخبار السيلبرتي. Kim has created a new shape of body. Kanye is a genius. كيم كي وكاني ويست بيرجعوا بيدخلوا عالم الفاشن من الباب العريض وبعد فوق وبعد تعاونهم مع دار بالما بينضموا هالمرة مع الفاشن أديتور كارين رويدفيلد والمصمم الكبير كارل لاغرفيلد بسبيشل فاشن شوت لمجلة هاربرز بازار مع عدد من التوب مودلز مثل لارا ستون ناتاشا بولي ولينسي ويكسون. And to fit my body type and I feel like are ahead of the curve and I think that's where Kanye comes in because he sees like everything a few steps ahead. Zester, huh? His music is great, his recent album is great. She is a personality. People are more interested in her than they're interested in the model. منقول Get Well Soon للمغني جون نيومان اللي خضع مؤخراً لعدة فحوصات طبية تبين من خلالها Brain Tumor بعد ما كان تعالج منها بال2012 وبالرغم من هالشي تابع نيومان نشاطاته الفنية وآخرها حفل ضمن مهرجان 5 ببريطانيا ووعد الفانس انه رح يغلب المرض ويرجع يتابع حفلاته كالمعتاد بالفترة المقبلة. نيومان رح ياخد بريك مطول لتلقي العلاج اللازم ونحن منتمنى له الشفاء العاجل وكل الصحة. وبالرغم من انفصالهم عن بعض من فترة صغيرة الممثل ديان كروغر والممثل جوشوا جاكسون بيأكدونا من خلال هالصورة انه من الممكن يصيروا الاكس لوفرز اصدقاء. هالصورة لكروغر 40 سنة وجاكسون 38 سنة التقطت خلال نزهة كانوا عم بيقوموا فيها النجمين بلوس انجلوس مؤخرا وبعض المقربين منهم بيقولوا انهم on good terms وصداقتهم قدرت تتخطى كل الحواجز. هي قليلة وبنكون بالقسم الأخير من بابا برجعين بعد البريك. Coming up بعد البريك الهوت شوت فيديوز وبفقرة الورست of the worst رح نستعرض the most expensive celebrity birthday gifts. سوي سالدانا كارلي كلوس وأليشا فيكندر بفقرة شيك بيكس of the week ومنها مع فقرة الكلاسيك مومنت وهالأسبوع نرجع لسنة 1985 مع فيل كولينز ومارلين مارتن بأغنية Separate Lives. Stay tuned. When you have no القسم الأخير من بابا بيبدأ مع الهوت شوت فيديو لهالأسبوع. شو معقول تكون الهدايا اللي بيشتروها المشاهير لأصدقائهم المشاهير؟ صدقون البعض من هالجيفت ايدياز مبالغ فيها ورح نشوف سوا أسوأ وأتفه سيلبرتي بيرثداي جيفت. لما كانت كيتي بيري مزوجة من الممثل راسل براند حبت تهديه على عيد ميلاده سفرة عبر الفضاء على متن السبيس شيب الخاصة بريتشارد برانسون وحجزت له بطاقة ب $100,000 أو الكون وان واي تيكت. نجم الهيب هوب تايجا أهدى صديقته كايلي جينر فيراري ب $280,000 ويمكن صارت بكلفته المبلغ زيته بعد ما عملت فيها عدة حوادث سير. الرابر شان ديدي كومبز عيد ابنه بسيارة مايباخ سعرها $360,000. Now that's a spoiled kid. نوصل للمرتبة الثانية مع احدى اشهر قصص الحب اللي جمعت بين الرحلين الممثل ريتشارد بيرتون والممثلة اليزابيث تايلر اللي خلال فترة زواجهم اهداها حبة الماس 69 قيراط بمليون و$100,000 وهيدا كان سعرها بوقتها اما اليوم فبتتمن $5,000,000. Is that ridiculous? انتو الحكم.
والموست اكسبنسيف بيرثدي جيفت هي طائرة خاصة بقيمة 60 مليون دولار وكانت عرب حب الملياردير الهندي ماكش امباني لزوجته المصون نيتا امباني بمناسبة عيد ميلادها 44. Well you know what they say, love is grand. ثلاث نجمات تألقوا على الريد كاربت وسيطروا على عناوين الفاشن ماجازينز وأكيد عدسات الكاميراز. مين هن؟ Let's see. ممثلة زوي سلدانا فعلا أضاءت العرض الأول لفيلم ستار تراك بيوند بالسين، وهالشي بإطلال الساحرة تميزت بفالفت جولد دريس من تصميم بيربري وكأن ملكة من أيام الفراعنة. موديل كارلي كلوس اختارت كاجوال لوك من تصميم روزي وولن وسرقت الأضواء لدى وصولها على LA. ومن اللوكس اللي حبيناهم كمان فستان رائع مليء ببرنتد باترنز من تصميم روزيتا جاتي اختارته النجمة أليشيا فيكندر بمناسبة البريمير لفيلم جيسون بورن في بيجينج. بلشنا حلقتنا لليوم مع فيل كولينز ورح ننهيها معه وإحدى أجمل الأغنيات اللي قدمها بالثمانينات. مع النوستالجيا بنكون وصلنا لنهاية حلقة أسبوع من باب باب. بشوفكن بالحلقة الجاية. تشاو فور ناو.